واستولى أيبك على القصر أخيرا حقق حلمه، وأخيرا أيضا محمود لقى جهاد. جهاد محمود، أنت جهاد؟ أنت محمود؟ أيوة. كبرت يا محمود وطلع لك شنب. وأنت يا جهاد كبرت وحلقت شنبك. فاكرة جهاد وإحنا صغيرين؟ فاكرة لما كنت بتلعبي قدام باب القصر وقعت في الطينة وقعدت تقولي ايه؟ اشوفك يا بيبي. ايوه، ودي ايام طبعا حد يفتكرها. لكن السعادة لا تدوم طويلا، حيث جاءت انجا مفرقة الجماعات وهادمة الملذات. اقسم بالله العظيم ما حد ياخدك مني ابدا. جهاد تعالي هنا. سيبيني خمسة والنبي انجا. هي كلمة تعالي هنا بدل ما اجيبك من شعري. سيبيني خمسة يا انجا، في ايه بالظبط؟ مش فاهمة. ممكن تتكلمي معايا انا؟ اتوكس محمود وروحي معاه. يلا يا بيبي. باي باي. يلا يا بيبي. مع السلامة. باي 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 باي. السلام عليكم. باي باي محمود. يا حلو ثابت. محمود عمرك يا مولاي. اخطايا يا محمود، اخطايا. احتل داوين البلد كلها بالجيش اللي تبعه. وانت عرفت الخبر ده ازاي يا مولاي؟ صفحة احنا اسفين يا اخطايا مغرقة الدنيا بالخبر. نايم على ودانك يا محمود بيه. تعداد جشمي قد ايه يا حودة؟ احنا تعدادنا اكبر منهم بكتير يا مولاي، ومجهز على اعلى تقنية، بس دي تبقى حرب اهلية. بص يا محمود، انا عارف اللي فيه 73 بيلعبوا جوه القصر، وانا بحذر لو عرفت مين بيلعب جوه القصر هلعب معاه. انا صاحب القصر والعب براحة. مولاي مالك النهاردة في ايه؟ اللي انا عايز اقوله لك يا محمود ان انت قائد الحرس بتاعي وانا الملك، واجب عليك تحميني. احميك يعني اعمل ايه؟ يعني تقتل اخطاي. ايه؟ اقتل اخطاي؟ ايوه اقتل اخطاي. يعني عايزني انا اقتل اخطاي؟ يا عم ما تعدي الجمله يا عم، خش بعد اقتل اخطاي. يعني ما تقولش اقتل اخطاي. نلجأ للمحاكمات يا مولاي، قضاءنا الشريف. القضاء ده كمان فاسد ولازم نطهره، وأخطائي لازم يتقتل. أنا آسف يا مولاي، ما أقدرش أخضر. الجيش المصري واجه، ما يخضرش. بعد إذنك يا مولاي. إذنك معاك يا حودة، أديك عرفت القصر، بقى تعالى. سلام يا حودة. وفي خضم هذه الأحداث، في خضم كجملة صعبة جداً، وسط كل اللي بيحصل دول، تكتشف شجرة الدر إن عز الدين أيبك كان متجوز قبل كده واحدة عرفي، ومخلف منها عيل أهبل اسمه منصور لهبل. وين يا وين يا وين يا وين يا وين وين يا وين يا وين يا وين يا وين؟ شكلك على الأبيض. أبويا بقى الريس، أبويا بقى الريس. قال له صحيح يا بنت، بقيت الرئيس ولا ده حوار انت مركبه علينا؟ لا انا اللي بقيت الرئيس. اخيرا وصلت للكرسي ده بعد 80 سنة. الكرسي ده بتاعي لوحدي. يا بتاعنا. ما تشدش انت. بقول لك بتاعي لوحدي. بتاعي. خد تعالى اقول لك يا حبيبي، تعالى شوف انا جايب لك ايه. خد الحصان ده وروح العب بيه مع ام سلامة. روح. عم سلامة يا عم. أيوة يا منصور يا. بص يا عم سلامة يا عم، الحسين ده حلو قد إيه؟ معلش يا حبيبي أنا ما بعرفش أبص. شوف يا عم سلامة يا عم، الألوان في عبقرية، بسم الله ما شاء الله. أنا ما بشوفش يا ابني، ما بشوفش. انظر يا عم سلامة يا عم، بطن الحسين مخروطة خرطة، الواد صنايعي. ما بنظرش يا ابني، ما بنظرش. طب اعمل ايه يا عم سلامة؟ شوفه كده. وريني. الله، ده ايه الحصان الحلو ده؟ يا انا هلعبك لعبه حلوه يا منصور دلوقتي.
الحصان ده اهو، شايف الحصان؟ اكله جوه بطني كده اهو. ايه رايك؟ في ايه؟ انا اكلت الحصان اهو. ما ده هيجيب لك انت مشاكل. انا خلاص الحصان بقى جوه بطني. ايوه انت اللي هتتعب. هو الحصان معايا اهو. ما انا عايز الحصان. مفيش حصان. لا هتجيبه يا عم سلامه. مفيش حصان. لا هات الحصان يا عم سلامه لو سمحت. مفيش حصان. عم سلامه انا زعبلاوي وممكن اعملها معاك. حصان. ايوه هاته. طب بص اوريك 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 اوريك. اوه طلعته من ودني، خد يا عم الحصان. ده احسنك انت يا عم سلامه. هو يا ابني الحصان بتاعك مش ده الحصان بتاع عم سلامه؟ بص ايديك انا مصدع من الصوت. هات حصان. الحصان اهو يا حبيبي، اهو الحصان بتاعك اهو. عم سلامه انت راجل كبير وقد ابويا ومش عايز اعملها معاك. يا حبيبي الحصان اهو يا حبيبي اهو، اهو بالوانه، بص الصنايعي اهو. يا ابويا يا ابويا خد الحصان يا ابويا، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان. اهدى اهدى، ايه اللي خدته منه ده يا سلام؟ افتح لي بطني وهات لي الحصان بتاعي. حاضر حاضر. حاضر ايه؟ هتفتح بطني حاضر ايه؟ معلش الواد عبيط. خد خد روح العب هناك. هو فعلا الولد ده عبيط؟ اه عبيط، بس ما تسيحش والنبي. لا انا هقول لمصر كلها بس. مولاي مولاي الحق الحق. خير يا مرعوب؟ شجره الضر جت جت. طب خليها تخش، بس خد معاك الواد ده واوعى ترعبه يا مرعوب، اتكلوا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القزم ده يا لكن يجينا ولن يجيك. صاحب البيت اسمه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بعت لأقطاي عشان يجي هنا؟ ايوة يا شجرة. ومفهمه ان انا اللي عايزاه؟ ايوة يا شجرة، الحرب خدعة. انا مش مصدقة. طب انا هبعت لأقطاي واقوله اني ما طلبتوش. ايه يا مولاتي، هو نغاب القرد؟ العب يا ورداتي. ياه قلبك الطيب الشريف النبيل المصلي بقى أقطاي تاني. انت بتشبهيني بالفاسد ده؟ اما كنتش تشبهيني صح ما تشبهينيش. عموما الفاسد اللي انت بتتكلم عليه بكره التاريخ هيثبت اللي ليه واللي عليه. مولاي مولاي الحق الحق. خير يا مرعوب؟ أقطاي جه بره. جه لعذر، خليه يخش يا مرعوب. حاضر. مولاي أقطاي. افندم انا موجود. انت عايز ايه يا شجره العنب انت؟ كل شويه تبعت لنا ولا ايه؟ ازيك يا اقطاي؟ انت اللي بعت لي؟ ايوه انا اللي بعت لك يا اقطاي. عايز ايه؟ عايز كل خير. ولاول مره يجتمع اقطاي مع عز الدين ايبك مع شجره الدر، وكان رابعهما الخيانه، حيث اتفق عز الدين ايبك مع اردوغه على ان يقتل اقطاي، ودفع لأردوغا مبلغ من المال في كيس من القطيف الأحمر. ذهب أردوغا إلى أقطاي، سلم عليه، قال له تفضل، ثم أخرج خنجر وقتل أقطاي. مات أقطاي ولكنه قاوم وقام مرة أخرى، فقال له ألم يكفيك خنجر واحد؟ وذهب أردوغا وقتل أقطاي. هنا مات أقطاي، ثم قام مرة أخرى، ثم وقع من تأثير الضربة، حاول أن يقاوم لم يستطع، زحف زحف، ثم قام مرة واحدة، ثم وقع، ثم قام، ثم وقع، ثم قام، أمرمطك ثم وقع. مقام قام وقع قام وقع تدريب ركب قام، ثم خرج زحف 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 زحف. ولكن الخيانة نتيجتها الخيانة، حيث اتفقت شجرة الدر مع أردوغا
أن يقتل عز الدين أيبك وأعطته كيساً من النقود في قطيفة حمراء قال لها عيني الجوز. ثم ذهب إلى عز الدين أيبك سلم عليه وعلى حين غرة أخرق خنجره وقتل عز الدين أيبك. مات عز الدين أيبك وعينه على الكرسي زحف قبله ثم مات عز الدين أيبك. وبما إن الخيانة نتيجتها الخيانة جاء منصور لهبل وعلم إن أبوه قد مات تقدم وذهب